السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم ألف عافية متابعينا الكرام. أنا فقط يعني أحياناً منقدم معلومات، منقدم شروحات، طبعاً بيعارضونا فيها بعض الزملاء من خلال التعليقات إنه لا، ممكن تكون وجهة نظرنا خاطئة. لذلك أنا بحاول دائماً أصور من المواقع أو أعمل أي تجربة أو أعمل أي إجراء أقدر أوصل معلومتي وأوصل فكرتي بحيث تكون مقنعة لأفراد المجتمع. حالياً أنا هذا في هذا المشروع عم نقوم بعملية تركيب وحدات تكييف سبلت يونت. طبعاً الشيء اللي إحنا دائماً بنأكد عليه إنه أنا لازم أدرس مثل ما إحنا بنعمل بالكورسات، كورسات موجودة اللي حاب يتعلم في قناتنا على اليوتيوب. بنرحب بالجميع، كل الكورسات الموجودة على قناتي على اليوتيوب مجانية تماماً. أنا عندي هذا المطبخ مثل ما شايفين، بعد إحنا ما شفنا طبعا الأماكن ومكان المجلى وغيرها والكبت، إحنا هون صار عندنا المكان المناسب إنه يركب على هذا الجدار هذا المكيف. إحنا دائما بنأكد على إنه مرحلة التصميم الأولى قبل البدء بأعمال البناء وقبل اعتماد المخططات بشكل نهائي، المفروض هاي الأمور، أماكن تركيب المكيفات، إحنا بدوين بدنا نجيب بايبات الغاز، كيف بدنا نمرر بايبات الغاز وخاصة للتكييف السبلت، مفروض تكون منتهية وتم التنسيق ما بين مقاول الرئيسي، مقاول التكييف، المكتب الاستشاري، مالك المشروع. المفروض هاي الأمور تتم، لأنه غير هذا الإجراء رح تتم الإساءة للعمل الفني. فأنا سؤالي في هذا الفيديو، حالياً أنا المكيف موجود عندي هون في وسط الجدار، رح نركبه، رح تركب عندي هون طرف الوحدة الداخلية ورح يكون عندي الوحدة الداخلية في هذا المكان. السؤال، حالياً أنا بايب الغاز طالع عندي هون، شايفين 50 سنتي وطالع مباشرة من هون ستريت داخل سليف بلاستيكي داخل مجرى أنا مركبه، طالع ستريت مباشرة واصل مار بالطابق الأول لأنه في جدار صاعد عندي هون، وطالع مباشرة باتجاه الوحدة الخارجية. والوحدة الخارجية هلا رح نطلع ونصور أيضا القاعدة موجودة في يعني في جنب هذا البايب اللي طالع عندي هون ستريت، تمام؟ يعني هاي البايب عندي هون وحدة داخلية واصل ستريت باتجاه الوحدة الخارجية، قاعدة الوحدة الخارجية موجودة في هذا المكان أعلى السطح، بايب الغاز بيتوصل للوحدة الخارجية. فأنا سؤالي أيهما أفضل؟ أنه أنا عندي هذا البايب محمي تماماً، طالع ستريت، طول البايب 8 متر فقط، تمام؟ في أي وقت أنا بقدر أفك الوحدة الداخلية، أسحب بايب الغاز خلال 10 دقائق، أركب بايب غاز آخر في حال صار عندي أي خلل في المكيف، أو أنه أنا في عندي رايزر موجود بهذيك الزاوية، أمرر بايب الغاز مع بايبات الصرف الصحي، تمام، ونزله من الرايزر، من بعدها أما أمرره من هون من السقف وأعمل منظر وأثبت البايب وأخترق هذا الجدار وأمشي 10 متر داخلي وبعدين أنزل بهذه الطريقة حتى أوصل للمكيف، أو أنه أنا أدفن بايب الغاز أنزله من هون وأدفنه داخل الجدار وأمشي 10 متر بدون أي مغزى وبدون أي هدف حتى أصل لهون. إذا أنا بإمكاني أني أركب المكيف بهذه الطريقة وخاصة في المشاريع الجديدة، سؤالي هو ليش أنتوا بتجبروا مقاولين التكييف يشتغلوا بهذه الطريقة، يجيب بايب الغاز من هون ويدفن البايب ويكسره هون ويمشي فيه ويلف؟ هل إذا صار عنده أي مشكلة في بايب الغاز بيقدر يتصرف أي تصرف؟ هل أنت كمالك مشروع، هل أنت كمكتب استشاري بتقبل أن يكسر هذا السيراميك حتى يكشف بايب الغاز؟ هل بتقبل أن يكسر الديكور؟ هل بتقبل أن يكسر العزل؟ لما أنت تحدد وتحط مكان، هلأ رح نطلع على الوحدة الخارجية، تحط الأماكن وتقول والله بالمواصفات الوحدات الخارجية بتركب عندي في مكان محدد، هل أنت بتعرف كيف رح يركب هاي البايبات؟ أنا هذا السؤال طبعاً اللي هو برسم الإجابة الشيء أمامكم، الطريقة اللي إحنا من وجهة نظرنا بنشوفها صحيحة أنه يتم دراسة المخططات بشكل صحيح ويتم تعديل المخططات في حال ما كانت تخدم العمل بالطريقة الصحيحة من البداية من مراحل التصميم، بحيث أنا ينزل بايب الغاز من الأعلى باتجاه الأسفل داخل سليف ستريت بدون ما يكون جاي من رايزر، بدون ما يكون جاي داخل جدران، وبقدر أنا في أي لحظة أبدل بايب الغاز أو أكشف عليه، بالإضافة أنه بايب الغاز عندي بيكون ضمن الطول المحدد اللي بيخدم عملية التبريد. يعطيكم العافية متابعينا الكرام.